السائلة تقول: سمعت بأن صلاة التطوع للمرأة لا بد أن تستأذن الزوج فيها مثل الصيام وغير ذلك، فما صحة ذلك؟ نعم، إذا كان هذا يفوت حق الزوج لا بد أن تستأذن منه. صلاة النافلة وصيام النافلة، لا، إذا كان يفوت شيئا من حق الزوج فإنها لا بد أن تستأذنه في ذلك. قد جاء في الحديث أن المرأة لا تصوم صيام النفل وزوجها شاهد إلا بإذنه.